زميل أيمن جادع، أصدقائي المشاهدين متتبعي بي إن سبورتس، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. هذا هو ملعب المباراة واستاد القمة هنا على معشب استاد الفريدو دي المرينجي. هذا هو زين الدين زيدان، بنزيما حلوة يلعب الكورة والتسديدة والركنية الأولى، الركنية الأولى يا غيب تك يا راموس، راح بكرة خاطئة فماش تسلل، يمشي كازيميرو يعمل كنترول كازي لا أوفسايد. الريال هدف لان كينيدي وربطنا، يمشي كريم، كريم بنزيما، كريم كريم كريم، والكرة تخرج دماس لنادي ريال. الكرة مندي، مندي بالرأس، فينيسيوس جول، فرصة كبيرة للمرينجي، الريال وكررها أفضل في بدايات المباراة. أرنولد الليفر عنده أول كرة ويخرج تيبو كور، ريال خطير، فاسكيز بعيد على السينسيو. المرينجي انتصر عام بنزيما، يمشي جونيور، فينيسيوس وكرة في ضربة مرمى. التركي ينتصر في الثنائية في الدويل، جميعها في ذهاب دور الستار. في الدفاع الليفر خطير، يحضر مخذ ميليتاو فولد كرة غالطة في وسط الميدان، خطأ لليفربول. 22 دقيقة لعب في الشوط الأول، صفر الصقر، يهرب الصقر، يضرب الصقر، كورنر للصقر، حط الكرة عن طريق كريم بنزيما قائد الفرقة المدريد، قدام راسه ولعها ولعها، جول للمرينجي، 1-0 للمرينجي. جيبوا الحماية، جيب جيب الحماية، جيب أوزان التركي ضاع. 56 من تاريخ الماضي إلى انطلاقة الحاضر، جمهور ليفربول يسجل الهدف الأول بحضور المكتلاق. يمشي صلاح، يدخل صلاح، حط كرة خطيرة، فرصة ولو كرة صعبة على المرينجي. أي نهاية في البدايات والعب، 29 هدف، يمشي خطيرة فينا جوم، وكرة من إسباني بطل أوروبا 16 مرة، 6 مرات قائد الفريق يحمل القميص رقم 4، رقم 4 في أول بطولة عام 56 كان ميجل. هدف مالديني، سيبقى ركور، تمشي كرة صلاح والدفاع قلت رب المنتخبات، هنا كرة خطيرة تمشي صعبة، فرصة ليفربول، صلاح يمشي صلاح، حط الكرة واحدة اثنين، كرة خطيرة والحارس مارسيلو، واحدة مارسيلو أوت، ضربة مرمى للوريس كاريس. أي روح، أي جرينتا، أي رغبة يا ليفر، والكروس مليون عشاق الليفر. يمشي صلاح يدور خطيرة من ساديو، يضرب كرة سوبر على اليونايتد، ولا كرة عكسية، كرة جول، شوف فيها جول، شوف فيها جول، مش ممكن، مش ممكن على كرة هذا الدول، كريستيانو رونالدو سادس فاينل في تاريخه. تريدي كرة للريال، وركنية لفريق ليفربول، ارتباك في فريق مدريد، وكارفاخال على فكرة الريال ليفربول الصالح المصري في أول مواسمه، 44 هدف مع ليفربول على بعد 3 أهداف فقط من الركور التاريخي للحمراء، واللي يمتلكه الويلسي ينرش 47 هدف. نفس الطريقة، نفس الأخطاء، يمشي صلاح، حط الكورة لسد، كورة صعبة، كورة جول وهدف يضيع، أرنولد يدخل التاريخ على الطريق. يا روعتك، روعة روعة من أرنولد، أروع من العملاق كايلور ناباس، كايلور يخلص الريال. على فكرة فما ملاحظة رقمية مهمة جدا نبني عليها استنتاج، هو أنه عدد الأهداف توزعت بين الفريقين على مدى الشوطين. ليفربول سجل 22 هدف في الشوط الأول مقابل 18 في الشوط الثاني، عكس الريال. تيرانجا يمشي السنغالي، غزالة مصيبة في غابات كييف، وجاب ركنية، نعم كورنر، ركنية لليفربول، ركنية كابيتال. 2005 هيتشكوك، 2005 التاريخ في ماتش الريمونتادا اللي مستحيل تتعاود، مستحيل تشوفها عين.